أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي بدعة خفيفة تجيز لنا أن نجالس من يفعلها أم لا؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة بلا شك، لأنه عمل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا القرون المفضلة، وما حدث إلا بعد المئة الرابعة على أيدي الفاطميين الشيعة، فاطميين الشيعة الذين جاءوا من المغرب وسيطروا على بلاد مصر، وعلى جاءت معهم بدعة المولد، فهو بدعة بلا شك، ولكن أيضا يدخله شيء من الشركيات، وهي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، طلب الحوائج منه والشكوى إليه فيما يصيب المسلمين، يشتكون إلى الرسول ولا يشتكون إلى الله جل وعلا، ولا يستغيثون بالله إنما يستغيثون بالرسول في هذه المناسبة، وهم يعترفون بأنه يقع فيها أشياء من هذا، فهي تجمع بين البدعة وبين الشرك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.